دكتور دليلة دويغي، مختصة في أمراض، مختصة في طب الأطفال، اختصاص أمراض الغدد وداء السكري. واليوم تكلمنا، يعني عطونا الفرصة باش نتكلموا باش نتحدثوا على يعني على السمنة، زيادة الوزن والسمنة عند الأطفال، لأن يعني احنا نعرفوا إذا يعني هنا أجي أسيت أجلة يعني في عند الأطفال وعند المراهقين، يعني نمنعوا انتشار هذه السمنة عند الكبار، واللي تترتب عليها بزاف الأمراض، منها يعني داء السكر من نوع الثاني، منها الهيبرتنسيون، لي مالادي كارديو فاسكولير، وحتى يعني من أمراض السرطان. إذن هذا اليوم يعني كان يوم تحسيسي حتى نوعيوا فيه خطورة السمنة وأهمية الوقاية منها. تكلمنا على دور يعني الأطباء، حتى وعلمناهم يعني كيفاش يشخصوا زيادة الوزن، أهمية وضع هذا الوزن على الطول، لانديس دو ماس كوربوريل، في منحنيات حتى نشخصوا أهمية هذه السمنة، ولا ممكن تكون زيادة في الوزن فقط، لأن قلنا للأسف الشديد الأولياء يعني ماشي بكثرة يروحوا يعني عند أطباء على جال السمنة، لأنهم ممكن ما يشوفوهاش كمشكلة عند الأطفال. إذن لازم نوعي كل إنسان، كل طبيب يعني يفا كروزي ان انفون دون كسوسوا يعني لي ميساج جينيراليست يعني مختصين، ولا في لي بي ام اي اللي كيروحوا لي زونفون بور لي فاكسيناسيون، ولا في المدارس، حتى يعني نبداو التوعيه بكري، وننا فا كومونسي لا بريزون شارج، ونعلموهم كيفاه ناكلوا بطريقه صحيه، لان احنا ما راناش في لو ريجيم شي لونفون، بارل دو مونجي سينمون، لازم نركزوا على هاد طريقة العيش يعني ماشي غير نمط الأكل، لأن علاش نقول طريقة العيش؟ خاطر لازم تاني نحاربوا لا سيدونتاريتي، دونك لينكتيفيتي، عدم الحركة، الوقت يعني اللي نجوزوه بزاف قدام لي زيكرون، أنا نشوفوا كيف هادوك لي زونفون مع لي زيكرون، حتى الماكلة ولاو ياكلوا أون فاس لي زيكرون، دونك سي نمط العيش، ماشي حتى التغذية، وإنما هدرنا تاني كذلك بزاف على الحركة وعلى لاكتيفيتي فيزيك، وكيفاش لازم نديروها بطريقة يعني ريغوليير إكسيتيرا.